بعيد اللقطة هناخد مع بعض الاسم ولو لمرة نجوم في السماء لما تعرفهم بس المرة دي بشكل جديد هتشوفهم اللي خايف واللي قافش واللي شايف انه هارش فبلاش انه يجازف والباقي بقى انت عارف نجوم في السماء نجوم في السماء مفيش الخوف مكان واستماع نجوم في السماء نجوم في السماء هتشوف اللي ما شفتوش عندنا نجوم في السماء مستعده لمغامرتنا النهارده؟ مستعده جدا جدا. طب رضوى دي تاني مره ليكي تعملي سكاي دايفنج، احكي لنا اول مره كانت امتى وفين؟ اول مره كانت سنه 2018 وكانت فوق الاهرامات، ده كان من اوائل الايفنتس اللي ليها علاقه يعني بالسكاي دايفنج اللي بتحصل في مصر. كنت مبسوطه جدا جدا انه جات لي الفرصه ان انا اعمل التجربه دي لان انا كان من احلامي ان انا اعمل سكاي دايفنج، فما كنتش مصدقه بصراحه يعني اول ما قالوا لي يلا وتعالي وجربي وكده كنت حقيقي حاسه انه دي هتبقى بدايه لحاجات جميله، وخصوصا ان انا كمان صورتها في برنامجي فاتبسطت قوي قوي لما عملت التجربه دي لان من بعدها ودتني بقى ان انا اعمل مغامرات اكتر واكتر، كمان شجعتني. قول لنا اخر مغامره عملتيها كانت امتى وفين؟ اخر مغامره غالبا كانت الموتوسيكلات، كنت يعني مع جروب بايكرز وعملت يعني خدنا بقى الموتوسيكلات وطلعنا على الطريق الصحراوي، بس قبلها عملت حاجات كتير بقى ومغامرات كتير، كاياك مثلا، عملت باتيناج، عملت تسلق الالعاب الهوائيه في دير القديس سمعان. بالنسبه لك دخولك لكليه اعلام كان مغامره ولا لا؟ كان مغامره بالنسبه للناس اللي حواليا الحقيقه مش ليا، لانه انا كنت شايفه نفسي مش هعرف اعمل اي حاجه تانية غير ان انا ادخل كليه اعلام واشتغل في مجال الاعلام، بس الناس اللي حواليا يعني اهلي وكده كانوا شايفين انه انت جايبه مجموع اكبر فممكن تدخلي اي كليه تانية، مجال الاعلام هيبقى صعب ان انت تشتغلي فيه وتدرسي وكده لانه في عمل كتير، بس انا حقيقي كنت حباه وكنت شايفه نفسي فيه جدا، فما كانش يعني عندي اي فرصه ان انا اشوف اي بديل الحقيقه. اكيد اتقال لك وانت في الكليه ان انت مش هتعرفي تلاقي شغل بعد التخرج، كان بالنسبه لك الموضوع ده عامل ازاي؟ هو وانا في الكليه ما كنتش متوقعه ده، يعني ما كنتش متوقعه ان انا مش هلاقي شغل بعد التخرج بصراحه، كنت فاكره انه اول ما اتخرج هشتغل على طول هلاقي كل حاجه مستنياني، فما كانش عندي القلق ده وانا في الكليه الحقيقه. بدات احس بيه بقى لما اتخرجت ولقيت شويه صعوبات في الموضوع، انه لا انت هتعملي ايه، هتدخلي المجال ده ازاي، مع اني ما كنتش اخدت اي فرصه ان انا اجرب حتى اثبت اني اقدر اعمل حاجه، ف شويه كان يعني ده حسيت بيه بقى بعد التخرج مش وانا في الكليه الحقيقه. احنا عارفين ان تقريبا اكبر مغامره عملتيها في حياتك هي الاشتراك في البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب، احكي لنا بقى عن المغامره دي. دي احلى مغامره عملتها في حياتي الحقيقه، يعني بشوف ان دي من احلى الحاجات اللي انا عملتها وسعيده بيها وغيرت حياتي بصراحه للاحلى. انا انضميت للدفعه الثالثه من البرنامج الرئاسي، وانا داخله التجربه دي الحقيقه كان هدفي ان انا عايزه اكون علاقات، اتعرف على ناس مختلفه من محافظات مصر المختلفه. الحقيقه ان انا لقيت ده ولقيت اكتر من كده كمان، يعني لقيت نفسي بشارك في تنظيم مؤتمرات الشباب ومنتديات شباب العالم بنسخها المختلفه، لقيت نفسي قريبه قوي من حاجات كتيره بتحصل وشايفاها عن قرب، غير بقى الناس الجميله اللي انا كسبتهم يعني اخوات واصدقاء. والحقيقه انه بالنسبه لي ده كان من احلى الفرص اللي انا اخذتها اني ابقى ضمن شباب البرنامج الرئاسي. رضوى احنا خلصنا اسئله، وبعد الاجابات العظيمه دي اثبتت لنا ان انت مغامره بنسبه 98%. لا انا عايزه الاثنين في المية اللي ما خدتهمش. لا 98 ده اعلى حد لحد دلوقتي، يعني ده هيديكي لقب مغامره مش سهله خالص. دلوقتي تقدري تاخدي تاشيرتك وتستعدي للمغامره. شكرا شكرا، يعني مستعده جدا ومتحمسه جدا جدا، يلا بينا. رضوى قبل ما نمشي عاوزينك تسجلي فويس نوت، ممكن تسجليها لنفسك او لاي حد من عيلتك تحكي لهم انت حاسه ايه دلوقتي
الفويس نوت دي انا مش هسمعها معاكي، هخرج بره وهنسمعها اول ما تنزلي من الطياره ان شاء الله. جاهزة؟ ان شاء الله. اوكي يلا بينا. ماما نجوم السماء، نجوم السماء، برضه قولي لي انت عندك فوبيا من ايه؟ من الحيوانات. كل الحيوانات؟ كل الحيوانات، اي كائن اخر غير الانسان بخاف منه. ناس كتير قوي فضلت تقول لي ازاي عملتي المغامرات دي وبتخافي من قطه ولا كده. لا حقيقي بخاف. هسالك سؤال، السؤال ده لو رديتي عليه في 3 ثواني احتمال يعني نفكر ونخليكي ما تنطيش. ياه. قولي لي مين المذيع الاقرب لقلبك من مذيعات برنامج السفيرة عزيزة؟ ده كلهم. لازم تجاوبي. لازم اسم؟ لا حقيقي كلهم. طيب رضوى انت ما جاوبتيش على السؤال فانت لازم تنط. فهنط. لازم تنط. ماشي. هنشوفك بقى لما تنزلي من الطياره ان شاء الله. يلا باي باي. السلام يا رضوى. يا كابتن عملتي قفزه تحفه بجد، حلوه تحفه جدا جدا. اوريك حفله فوق. مبسوطه قوي بالجامب دي حقيقي. هي اللي بتشوف درجات يا جماعه. يا جماعه انا مبسوطه قوي. برافو 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 يا رضوى. والله حاسه ان انا مستمتعه قوي وشايفه كل حاجه بجد. شوفي ايه بس انا حاسه ان يعني شايفه كل حاجه حقيقي بجد. ايه الغزاله رايقه والناس الحلوه سايقه. لازم اللي مجربش سكاي دايفنج يجربه. رضوى الحمد لله على السلامة. شكرا. قولي لي احساسك ايه من فوق وانت نازلة؟ يعني ما كنتش عايزة انزل بجد، انا كنت نفسي افضل فوق حقيقي. عالم مليء بالسلام والجمال. رضوى قولي لي احسن اكلة بتاكليها في رمضان ايه؟ احسن اكلة باكلها في رمضان كل سنة وانتم طيبين بقى. كتير قوي يعني، انا لسه نازله اصلي من فوق فمش جعانه. بس ممكن نجرسكو. بحب النجرسكو. طيب قولي لي كده، كنت بتفكري المغامره هتخلص امتى ولا سبتي نفسك للمغامره؟ سبت نفسي للمغامره تماما تماما بجد. الموضوع حقيقي تحفه تحفه تحفه، وانا
استمتعت بقى المرة دي، يعني دي تاني مرة ليا، بس حسيت بقى ان انا يعني انجويت جدا جدا اكتر ما كنت خايفة المرة اللي فاتت. المرة دي بجد بسط. اهلا بيكي يا نجمة من السماء على الارض. شكرا. وهنكمل حوارنا بعد شوية. اوكي. نجوم السماء، نجوم السماء. يا رضوى، انت جبت القلب الميت ده منين؟ دي تاني مره او تالت مره تعملي فيها سكاي دايفنج صح؟ دي تاني مره اعمل فيها سكاي دايفنج، وبجد مبسوطه جدا لانه انا من اول مره عملتها وانا كنت مقرره ان انا اعملها تاني، فحقيقي اتبسطت قوي ان انا عملتها النهارده واستمتعت بقى اكتر بكتير كمان، لان المره فاتت كنت خايفه، المره دي قلت لا انا هتبسط واستمتع بالتجربه. قولي لي ايه المختلف في المره دي في السكاي دايفنج عن المره اللي فاتت؟ طبعا المختلف انه حقيقي الكابتن كان محترف جدا جدا، كل الإجراءات بقى والاحتياطات وكل الحاجات دي بصراحة بسطها لي تماما. وإحنا في السقوط الحر كنت مبسوطة قوي إن إحنا بقى عاملين أجواء احتفالية فوق وبنسلم على بعض وكده أنا والناس اللي بتقفز معنا. وبعدين لما فتحنا الباراشوت يعني اتبسطت قوي بقى إن إحنا طولنا في الوقت ده شوية كتير، حسيت إن أنا استمتعت جدا بالجو بالفيو بكل حاجة بصراحة، الموضوع بجد كان تحفة. رضوى لو عايزه تشجعي الناس تيجي تعمل سكاي دايفنج وتقول لهم ما تخافوش، هتقول لهم ايه؟ هقول لهم فعلا ما تخافوش لان بجد التجربه حلوه، الناس بس من بعيد كده بتحس انها حاجه مخيفه، بس بجد هي حاجه ممتعه جدا جدا جدا، واللي عملها مره هيبقى لازم يعملها تاني وتالت، هي حقيقي ادمان. طب يلا بينا نسمع الفويس نوت اللي سجلتيها قبل ما تطلعي الطياره وتنطي من السماء وتوصلي للارض، نشوف بقى كنت شجاعه ولا قلتي ايه في الفويس نوت. يلا بينا. فأتمنى ان انت تدعي لي وتدعي لنا كلنا، وبجد هي هتبقى تجربة حلوة قوي قوي بالنسبة لي ان انا اكررها تاني. بما اننا في فيورد باي، المكان ده مهم جدا وفي معلومات كتيرة عندنا عن المكان ده، عارفة اي معلومة عنهم؟ عارفة ان ده المكان اللي طلعت منه اللانشات اللي قامت بتدمير مينا إيلات، فهو يعني مكان عظيم، وغير انه كمان مكان جميل، يعني الفيو فيه حقيقي رائع. رضوى اتبسطنا معاكي جدا النهارده، ويا رب تكوني اتبسطتي بمغامرتنا النهارده معانا. اسمحي لي اصورك صوره مع المكان الجميل اللي احنا فيه ده. يلا بينا، انا بجد اتبسطت جدا بالمكان الجميل ده وبالمغامره الحلوه دي، وكل سنه وانتم طيبين. يلا بينا. Thank you.
عشان